شكون الناس اللي راهم يظهروا نهار الجمعه ويقولوا لا للانتخابات؟ لا، كل واحد حر، كل واحد حر. انا كما قال انا ما نتحكم فيهم وما ما يتحكموا فيا، كل واحد حر. صح، الشرطه كانت تعتقل المتظاهرين لا للانتخابات. الله يسهل عليهم. انت تؤيدين هذه الاعتقالات؟ احنا مؤيدين. شوف شوف يا اخي، احنا الجزائر رايحه الشهور وهي بلا رئيس. اسكو واحد يدير العقل؟ اسكو الجزائر تبقى بلا رئيس؟ مين محال؟ رانا ليكونومي راهي داخله في حير، نبقاو هكذاك. جوستومون هادو الخارج، هادو تاع الخارج، هذاك واش حابين؟ باش راجعين تبقى بلا رئيس، يديروا رايهم فينا. لا، الجزائر عندها ولادها والمصير الجزائر هي ولادها هما اللي يسيروها. واش تجاوبي الناس يقول لك باللي لي ديسيدور يعني الحكام تاعنا يداوي في فرنسا؟ هذه جوستومون خلوا يجي رئيس، احنا ماذا بينا؟ هذيك العصابه راحت يا اخي. هذا كانوا قوانين، كانت عصابه، كان خلوا نديروا رئيس، نديروا رئيس يا خويا. والرئيس لما ناسبناش ثاني نديروا له كما درنا لهذوك احنا، لكن لازم يكون عندنا رئيس. من المحال تبقى الجزائر بلا رئيس؟ هذه من المحال. هذا من فضلك، ما رايك في معتقلي الراي اللي خرجوا باش عبروا الراي تاعهم وهم معتقلوا اليوم؟ ما رايك في معتقلي الراي الذي المتظاهرين خرجوا باش عبروا على رايهم؟ واش رايكم انتم؟ ليه اللي تمانيفيستو في الحيره تاعهم في الحبس؟ واش راي واش هو رايك؟ شوف انا يا شوف جو سوي كونتر واحد اللي خرج مانيفيستي على حق كما راني انايا اليوم باش يقدو. جو سوي كونتر اليوم بصح كاينه عداله كو جو في كونفيونس. ابا وي العداله تاع زمان ودوكا ماشي كيف كيف. انا كنت ضحيه. من فضلك برك العداله هذه، واحد يعبر عن شعوره الور كل ماده 45 ثلاثه وقت والدستور تضمن له حريه الراي، راهم في الحبس واش من عداله؟ لا خلي شارعوا يتبعوهم. ايهم شارعوا واحد حكموا لهم بالحبس. يا دي يا دي بروف. انا شوف ليا من ناحيه العداله انا ماني جوج، ماني افوكا، ماني انا خاطيني.